طيب تقنية الفار أنتم تعودتوا على هذه التقنية أنها موجودة في الملاعب وأنها تكشف نتائج الأخطاء اللي أو القرارات المصيرية اللي داخل الملعب. اليوم التقنية اكتشفت في مكان آخر واستعملت كما يجب. خلونا نتابع. استعين بلقطة الفار دحين. حاشب يقول أديت 20 هذا يقول ما أديت يعني. الفار يحكم. لا لا. هيا. يهو هيا من 20 شوف. أنا كلامي كم؟ شوف. بار الحق. ايش هذا يا محمد؟ ايش هذا؟ ايش رايك؟ انا اعتقد انه الكاميرات وسيله من وسائل التاديب للناس كلها، وفعلا في الاسواق وكذا يجب تحط، اذا اختلف اثنان رجعنا الى الكاميرا. والله حلو اللي ابتكر بس انه هذا الفار يعني رايح.